الافلام، كيفاش كانت عمليه الفرز او انتقاء الافلام؟ الاختيار الافلام كانوا عملناه بعد مباشره بعد الدوره الاولى، عملنا لابيل كونديتاتور. لابيل كونديتاتور هذه عملتها حتى افريل. أيه؟ وبعد قلت في افريل باش نعمل بانوراما الفيلم خاطر الموسم الدوزيام ايديسيون. المشكله فيش ما لقيتش قاعة باش نعمل او القاعة الملائمة اللي باش معناها تبث فيها الافلام ويقع عرض الافلام. ايوه بالضبط، ما لقيتش عرض، ما لقيتش قاعة. يا اخي قدمت شوية وعملت الحمد لله، عملت شراكة مع دار الثقافة بقاسم الشيبي بمجلس الباب باش نعملوا العرض، عرض بانوراما الفيلم القصير. كما تعرف كلمة لينا قريت سينما غرامي في السينما مع غرامي سينما وانتجت فيه القصير. قلت علاش لما ما انتشرش مواهب الشابة يقدموا أفلام قصيرة، سوى أفلام قصيرة تكون ميتخاش ولا دوكيومونتير. أيوا كيفاش لقيت الأفلام هذه؟ شو حسيت فيها؟ معناها فما رسائل، فما يلندرا نظرة الشباب اللي يخدموا سينما كيف ما الجيل القديم، ولا عنده في معناها نقولوا تكنيكمون عنده رؤية أخرى، عنده رسائل أخرى، بلايص أخرى يحب يوصل لها، يوصل بعيد. الأفلام ريتهم متميزين، عندهم مواضيع متميزة، على غير ما احنا في المهرجان ما فماش تيم معين، مثلا شو من المواضيع اللي طرحت في الأفلام هذيا؟ من المواضيع على الحب، على مازال شباب يؤمن حسين بالحب، معناها مازال في شبابنا عنده ثقة في الحب، ولا سجادي متاعك المقلوب ليه؟ يمكن اش حسيت في الأفلام معناها اللي تفرجت فيها؟ اللي كيحكيو على الحب، اسكو حكيو على الحب كحب اللي نعرفوه احنا في الكتب وفي اللي في الدنيا، ولا فما نوعية أخرى من الحب متاع شباب تو؟ خليه مباشر، فما حب في اختلاف بين زوجة وزوجة، فما برشا مواضيع خاصة بالحب إلى خير ذلك. وكما تعرف الفيلم اللي مشارك من الجزائر على شنو يحكي مثلا؟ فيلم هو اسمه يحمل عنوان بين الغرف. أيه؟ هو المخرج الجزائري ويمثل هو فيه، معناتها أيوة. فهمتي؟ هو المخرج وممثل. أيوة؟ هو مخرج ممثل واعلامي، يحب دخل الفندق يحب وحده وكل شيء، يحب يندحر معناتها. أيوة؟ يحب يندحر وكل شيء معناتها، ما يحبش مع العائله كل شيء معناتها. وفما افلام وثائقيه، هذايا الفيلم الملهى اسمه مروان بوديب. فوالا، فما فيلم اخر جبد لي اللي هو دوكيومونتير لا فام ميراج الرياليزاتور خليل بن رمضان. دونك فما روج سور بلون الرياليزاتور ريا بوسلاح. فما دوتخ وثائقي، فما الحفره اشرف الهمامي، فما شنو اخر سوهي بارون، وفما ساتور هذيك بوان دو ساتور يونغ الرياليزاتور امازيغ لابيدي. هذي والله كان بودي معناها بالرسمي نحب نتفرج فيه، نشوف دو كوا يساجي اكزاكتومون، بيسكو باش نحكيو على الامازيغيه لهنا وباش نلمسوا هاك ال هو سمعنا هو أي. هو مخرج امازيغ لابيدي، هو معناتها هو فيلم تونسيان مش فيلم من المسيح. لا نعرف، لكن هو نعرف انا فكرته معناها السيد هذا جو كوني بارفيتمون، وديما عنده رسائل يحب يوري تونس والتراث القديم واصلنا ومفصلنا والكل. دونك مادام عمل فيلم هذايا دونك افواغ يلزمنا نشوفوه. فما بهاء الدين جلاسي اي علاء الدين جلاسي جوز خويته، جوز خويته، دونك عاملين فيلم كراش استيتين. اي فما شنو اخر نسرين المسدي شنو اللي عامله؟ راديو سيت رياليزاتور. باهي شنو اخر نلقاو من الافلام؟ برشا افلام، وفما حال واحوال واللي يصبر ينال، هذايا معناها عنوان طويل برشا وفيه معناها ما وراء، وان شاء الله هو يكون فيلم جهاد مرداسي. اي هو 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 فيلم الاخراني باش يكون فيلم من مجلس الباب. اي قلنا علاش ليه ما نعملوش فيلم بما انه احنا في مجلس الباب، علاش ليه ما نعملوش علاش ليه؟
مدة الأفلام هذه قديش طول مدتها؟ قديش 30؟ بين هكا 30 هكا 30 35 30 فوالا هذيك هو. دونك ان شاء الله من حسن الى احسن. عايشك انا. فما دي با بعد الافلام هذيا. هناك فما مخرجين باش يجيو، فما مخرجين مش عندهم انتسابات خاصه باش مش يجيو، اما هناك نسمع هناك في دي با، وان شاء الله ان شاء الله الناس باش يجيو يحضروا في النقاش. الافلام هذيك كمال يتفرجوا في الافلام وبعد يصيرك النقاش وكل واحد وفكرته. تلاقي الافكار هذيك تهزك البرشة، تعطيك فكره جديده، مثلا تعطيك ولاده تولد فيلم جديد، تتخلق فكره جديده، مشروع جديد. هو 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 الديبا بصفه عامه بهي للمخرج. علاش؟ على خاطر باش ياخذ فكره شو حاجات اللي باش يتصلح. أيوة. شو باش يتصلح في الفيلم تاعو الجاي ولا حاجه، اسكو الفيلم باهي به ولا خايب، وعندي قضيه واقتراحات. تفهم ولا لا؟ تونسي كي تخلي يتفرج فيه يلقى روحه فيه ولا لا؟ القى حاجه تشبه له ولا بعيد عليه؟ دوك هذا هو المخرج ديما يفرح كي يصير ديبا ويصير نقاش. بالطبيعه. الموعد باش يكون نهار الجمعه، نهار الجمعه هذا. 28 جويلية 2017 بدار الثقافة أبو قاسم الشيبي. أيوة. دخول مجانا. أي. على الساعة 10 صباحا. أيوة.